انا بناشد السيد الرئيس بانه يساعدني في اني الاقي اولادي، وانا بدور على اولادي، وانا بقول لكم يا فرح يا هنا يا ندى يا احمد انا بدور عليكم وانا مش لاقياكم. يا فرح انت فين؟ يا فرح يا احمد انت فين؟ يا هنا انت فين؟ يا ندى انا مش عارفه اعيش من غيركم. كنت بنقل في عمارة عباس بركات، وكنت قاعدة في شارع التوتة متفرع من شارع السيسي، متفرع من شارع التوتة. وكان عندي أنا عندي 4 أولاد، 3 توأم ومعايا واحدة لوحدها. وكنت في اليوم ده بعزل عشان طليقي أنا مش بيدفع الإيجار، والست عمالة تتخانق معايا. فأنا بعت كل عفشي وبعت كل حاجتي عشان ارجع شقتي اللي هي القانون القديم اللي هي في عمارة الحاج عباس بركات، اللي هي انا متجوزة فيها ومخلفة فيها اولادي. رحت انا بنقل في الحاجة وطلعة، واولادي كانوا بيلعبوا في المدخل. بنزل في الحاجة ببص لقيت صوت اولادي اختفوا، قعدت بنده عليهم ما لقيتهمش. نزلت جري بنده عليهم، قعدت اقول يا ندى يا هنا يا احمد يا فرح، ما لقيتش صوت. خبطت على الجيران قالوا لي هما مش موجودين. قعدت اصوت في الشوارع وانده، ورحت كنت محمله الحاجه في عربيه عشان اوديها العماره الثانيه. رميت الحاجه في المدخل وقعدت ادور بالعربيات على اولادي وانده في الشوارع. ورحت الاهل وقالوا ان هما مش موجودين عندهم. طب انتوا خدتوا اولادي؟ قالوا احنا ما خدناش حد. رحت لاخته وقالت احنا ما شفناش حد. اتصلت بطليقي قال انا مش معايا العيال، وقفل تليفونه، واخته قفلت تليفونها، وخرجوا من مصر خالص، خارج القاهره. وهي كانت قبل كده خطفهم مني مرتين، وكانت ضرباني وكسره ايدي وجبستها، وكانت هي واخواتها الثلاثه ضربوني وكسروا لي ايدي، وعملت محضر بذلك في القسم، ورحت القسم وجابوا لي اولادي. بعديها شهرين راحت خطفة البنت مني، وعملت فيها محضر إهمال إني أنا أم مهملة وغير صالحة لتربية الأطفال. طلبت أنا بإني عايزة بنتي، رئيس المباحث جاب لي بنتي سلمها لي على عن طريق الاسم البساتين. استلمتها وخد عليها محضر عدم تعرض وخرجت من الاسم. بعدين أنا خدت أولادي، هما كانوا بيهددوني إن هما هياخدوا العيال. أنا خدت أولادي ورحت قعدت في شقة علشان هو مش عايز يدفع إيجار ولا يصرف عليهم. رحت خدت أولادي وقعدت في شقة في البساتين ب500 جنيه. بعد كده هو أنا مش قادرة أصرف عليهم، بقيت أقفل على أولادي ساعتين وانزل شغل عند ناس، واسيب المفتاح مع الجيران، ويفضلوا قاعدين. الجاره كانت بتقعد معاهم لحد ما انا ايه اجي بعد ساعتين بالظبط من الشغل، واجيب اكل ولادي واطلع. بعد كده قال ان هو قعدت اتحايل عليهم عشان يبعتوا مصاريف. اولادي بيصرفوا مصاريف كتير جدا، ودخلوا في حاله تعب شديد، وكنت عماله اعيط بيهم ودارع المستشفيات. معيش سيوله ان انا اصرف عليهم 4 أطفال، وانا ماليش حد هنا، وانا مش قادرة اصرف عليهم. انا مريضة سكر وما معيش سيولة اصرف عليهم. لقيت اولادي بتعذبوا قدامي، خدتهم ورحت لهم قلت لهم عياله بيموتوا، انقذوني ودوا لي العيال للدكتور. ردت اخته قالت هاتي عيالنا عندنا نعالجهم. قلت لها طيب انا ممكن اقعد معاكم لحد ما تعالجوهم؟ قالت ماشي. رحت خدت بنتي، حجزوا في بريش الاطفال لحد ما خفوا. كان عندهم مرض جلدي، وكان كلهم جسمهم مفقفق، كان عن جو حر في الشقة، وأنا ما كانش عندي مروحة أشغلها ليهم. رحت بعد ما خفوا قالوا إنه، قلت لهم طب أنا بطالب بمصاريف. قالوا طيب إحنا عايزين عيالنا قريبين مننا. أنا مشيت معاهم على ضميري إن هم خلاص هياخدوا العيال، هنقعد جنبيهم وهيصرف عليهم. خلاني قعدت في الشقة اللي هي اتخطف منها الأولاد، اللي هي في شارع التوتة، في تفرع من شارع التوتة شارع جامع الليثي. بعد انا بنقل في الشقة بتاعت الحاج عباس عشان الست بتطلبه بالإيجار مش عايز يدفعه، بعت كل العفش عشان ارجع شقتي تاني. بعدين راح ببص ما لقيتش الاولاد، ولحد الان بدور عليهم انا مش لاقياهم. انا بطالب الرئيس السيسي ان هو يقف جنبي ويحميني من الناس ديت وحشين جدا،
وانا اهلي ناس غلابه جدا وما يقدروش عليهم، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا بطالب انه هو يحميني منهم، وعايزه اولادي ربنا يحرق قلبها زي ما حرق قلبي. وانا بطالب ان انا عايزه اولادي مش اكتر من كده، وبطالب بمصاريف لاولادي عشان انا ما عنديش حد يصرف عليهم. ارجوكم انا عايزه اولادي عرفوني هما فين، طريقهم فين، طمنوني قولولي لو لقيتهم في مكان. هاتولي اولادي، انا مش بنام ولا قاعده ولا باكل ولا بشرب، وبدور في الشوارع ليل ونهار ادور عليهم. طمنوني على عيالي واحموني من الناس ديت لما عيالي يرجعوا، عشان هما بيبهدلوني وناس مجرمين جدا انا مش قادره عليهم. هي اخته دي اللي خطفتهم، وهو كان مقيم في المعادي، وهي خطفتهم ومشيت بيهم. عملت ايه ساعتها؟ قعدت ادور عليهم وخربت الدنيا. وبعدين بعد ما قعدت ادور عليهم قالوا لي لو عايزه اولادك امضي على ايصال امانه على الابيض. قلت لهم ليه؟ قال خلاص مش عايزه تمضي، خلاص مش هديهم لك. هي اخته كامله سيد فاضل. قلت لها طيب ما فيش حل غير الايصال؟ قالت اه. راحت ممديانا على وصل امانه على الابيض. لما خدت العيال تاني مره قالت لي لو قلتي ان انا خدت العيال هرفع عليك الايصال. انا بناشد السيد الرئيس بانه يساعدني في اني الاقي اولادي، وانا بدور على اولادي، وانا بقول لكم يا فرح يا هنا يا ندى يا احمد انا بدور عليكم وانا مش لاقياكم. يا فرح انت فين؟ يا فرح يا احمد انت فين؟ يا هنا انت فين؟ يا ندى انا مش عارفه اعيش من غيركم، رجاء يا جماعه شوفوا ساعدوني في اني الاقي اولادي. يا حبايبي انا بدور عليكم وقلبي محروق عليكم جدا ومش بنام. تعالوا لي يا حبايبي، انا والله بدور عليكم مش ساكته. تعالوا لي يا حبايبي، وحشتوني جدا. ربنا يبارك لكم وقفوا جنبي انكم ساعدوني ان انا الاقي اولادي بسلام وخير، وطمنوني عليهم.